السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا أينما كنتم. اليوم الخميس 13/1/2022، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا شباب، في هذا الحلال معروض عند أخونا أبو أحمد الورداوي في معرض تجار المزايين في منبج، غنم حروك والدة وعشار ما شاء الله تبارك الله، صنف نخب أول بزرة طيبة ما شاء الله تبارك الله، من غنم البادية السورية. شوفوا الجمال، شوفوا الحراق، ضخامة الجسم مع غلظ الرجلين مع كبر الرأس مع الصوفة مع اللية، يعني مواصفات متكاملة ما شاء الله. ببعض الشباب تواصلوا معنا يقولنا يا أخي في ناس تقولنا أنه الغنم الحروك مجرد غنم زينة ما إلها إنتاج على أرض الواقع، وهي المعلومة خطأ. يعني ما في شيء اسمه غنم زينة، يعني هاي غنم عربية، غنم البادية السورية، أصل ولب غنم العواس. غنم العواس منبعها البادية السورية، وتنتشر بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية وجنوب تركيا وشرق مصر والعراق بلاد الرافدين. فهاي الغنم العواس هاي أصلها ومنبعها البادية السورية. هاي معلومة أنه والله الغنم يعني شوف ما شاء الله تبارك الله الجمال والشكل، يعني الجمال يساعد بالتسويق يا شباب، يساعد بالبيع والمشترى. يعني الآن أنت لما تروح تشتري حلال، لما يكون حتى لو كان إنتاجه جيد، لما يكون شكله مو كويس ما يتسوق معك بالبيع، فالشكل يساعد أيضا على البيع والمشترى، يعني يساعد بالتسويق. الشكل دائما يفرق بالسعر، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللي يقول لك الغنم الحروك مجرد زينة، تفرج الآن شوف هالضرة هاي ما شاء الله تبارك الله، شوف ضرة نعجة، شوف فلوها شلون مجرد زينة. يعني ببعض الناس يقول لك هاي زينة مثل طيور الزينة ومثل، هذا كلام مو دقيق خالص. هاي غنم الله مبارك بيها، إذا هاي الغنم يعني زينة إيش ظل من الغنم؟ هاي طبعا يعني أضف إلى الإنتاج الزينة، هي طبعا يعني أكيد منظر وزينة وكذا، ولكن الإنتاج شيء أساسي فيها. يعني ما شاء الله تبارك الله، شوف هاي ضرتها ما شاء الله، شوف شلون حاطة ضرة، شيء مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. الغنم البلدية ما تحط ضرة مثل هاي، قليل من الغنم البلدية يحط ضرة مثل هاي، قليل يعني، غالب الغنم البلدية 70-80% من الغنم البلدية ما يحط ضرة مثل هاي، ولا يكون خشانته مثل الغنم هاي، ولا إنتاجه مثل الغنم هاي. غنم البلدية تلاقيها أصلا يعني نتاج سلالات مخلطة، يعني تلاقي بيها شيء من التركي شيء من الكذا، يعني ومتأثرة يعني بالسلالات غير العربية، فتلاقي إنتاجها ضعيف. الآن الأغنام غير العربية إنتاجها ضعيف، تلاقي غالبا إنتاجها ضعيف، يعني مو مثل الغنم العربية، الغنم النجدية والغنم العواس. شوف ما شاء الله شلون حاطة ضرة، شوف رقبة، شوف التوزيرة، شوف كبر الرأس ما شاء الله، يعني مواصفات طيبة. هاي أضف إلى أنه إنتاجك يكون فيها طيب وجيد، أضف إلى أنه هي زينة جمال. يعني هاي لما يكون عندك 50 رأس من الشاكلة هاي يكون مشروعك يعني ناجح 100%، أفضل ما يكون عندك 250 رأس من الغنم البلدية لإنتاجها ضعيف أو ما في إنتاج تقريبا. يعني شوف ما شاء الله الشباب يقول لك هاي يعني ما لها ضرار وما لها الغنم الحروك أو غنم البادية السورية ما لها ضرار أو ما لها إنتاج. شوف إنتاجها، شوف الخروف هذا اللي وراها، شوف الضرة، شوف الجمال، الإنتاج زائد الجمال، الإنتاجية زائد الجمالية. يعني أنت تشتري باشترات عز وتبيع بيع عز، الواحد يشتغل بل الصنف ينتج، أهل الخليج انتقلوا كلهم للعمل بالصنف، الشغل بالصنف. يعني الآن إنتاجهم عالي جدا وفوائد ومرابح، يعني حتى السوق لما يصير فيه إنتاج يصير فيه سماحة بالبيع والمشترى. يعني لما أنت يكون إنتاجك عالي يصير فيه عندك رضا بالبيع والمشترى وسماحة. يعني إحنا عندنا المربين اليوم بالبلد يعني لساتهم على الطريقة التقليدية القديمة، احنا نتواصل مع ناس بالخليج وبالإمارات ومربين يعني متابعيننا على القناة ويتواصلون معنا ويتكلمون عن مراحل، يعني الخليج تجاوزونا بمراحل يعني قطعوا شوط كبير، نحن لسه بدنا سنوات حتى نصل للمرحلة اللي وصلوها أهل الخليج من الإنتاج وتحسين السلالات. نحن لساتنا نشتغل بالطريقة التقليدية القديمة، جيب قطيع جيب لك 250 رأس وتعال دبر لهم علف وتعال دبر لهم وإنتاج ما في، اشتغل ب 20-50 رأس من النوعية هاي انتاجك احسن من 250 رأس من الغنم العادية اللي ما يكون لها انتاج. الله يجزيكم الخير يا شباب ويبارك بكم. عموما رقم اخونا موجود قدامكم على الشاشة اللي يحب يتواصل معه مشان هذا الحلال ما شاء الله تبارك الله، والسلام عليكم.